أصدرت وزارة الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة بيانا حذرت فيه كافة البلديات التابعة لها والمنضوية تحت شرعيتها من مغبة التعامل مع اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية برئاسة سالم بن تاهية. هذا وقالت الوزارة في بيانها بأن هذا التحذير لكونها لجنة تابعة لوزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق المرفوضة، وهي إدارة من إدارتها ولا تتبع المفوضية العليا للانتخابات. هذا وحذرت الوزارة كل من يتعامل مع اللجنة المذكورة تحت أي ظرف وبأي شكل من الأشكال بأنه سيحال للمساءلة وستتخذ ضده كافة الإجراءات التي يخولها القانون. كما طالبت في ختام بيانها كافة الأجهزة الأمنية والرقابية بضرورة متابعة هذا الشخص ومنعه من مزاولة أي عمل له علاقة بالبلديات داخل نطاق عمل الحكومة المؤقتة.